ما تعرفش ايه اللي هيحصل بكره. مش عارف احنا ليه لماذا هذا التردد. احنا شفنا كارثه في اليابان اكثر من 100 ضعف ما حدث في مصر بالنسبه للخسائر الماديه. سمعنا انه اكثر من 100 مليار دولار خسائر الزلزال المروع اللي حدث في اليابان. وكانت البورصه تعمل في اليوم التالي مباشره، خسرت صحيح 6% في اول يوم و10% في اليوم التالي، ولكن لم تتوقف البورصه بالرغم من حجم الكارثه الذي يفوق الخسائر الماديه للثوره المباركه في 25 يناير بمئات الاضعاف. وعلى مدى عام كامل من الثورة جاءت ثلاثة حكومات متتالية بثلاثة سياسات مالية مختلفة، كل منها يحاول إنقاذ الاقتصاد الذي تدهورت مؤشراته بشكل متسارع. فالسياحة كانت بطبيعة الحال أول المتضررين. هذا القطاع الذي يساهم بنسبة تتجاوز 12% من الدخل القومي لمصر أصبح يعاني حالة غير مسبوقة من الركود. مقاصد سياحية بلا سائحين، وتحذيرات من دول عديدة بعدم السفر إلى مصر، وأعمال عنف متتالية تنفر أي سائح من المجيء إلى مصر. السائح النهاردة مش هيقدر يجي في ظروف صعبة جدا، كل يوم اعتصامات وكل يوم مظاهرات وكل يوم اشتباكات مع الجيش والبوليس والشعب والتيارات الإسلامية واختلاف الأحزاب والكلام ده، كل ده بيؤدي إلى فوضى، والفوضى تؤدي إلى خوف. فإذا الخوف متواجد في هذه البلد فهيكون في دمار على جميع اقتصاد مصر. مع استمرار التراجع في معدلات الإشغال الفندقية ووصولها إلى أدنى مستوياتها وانخفاض أعداد السائحين في كافة المقاصد، كانت الأعين تتركز على العمالة في هذا القطاع. 3.5 مليون عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر، سرح بعضهم وخفضت رواتب البعض الآخر، أي أنهم باختصار دفعوا فاتورة التبعات السلبية لهذه الثورة. وقع في جزء كبير جدا من العمالة المؤقتة تم الاستغناء عنها، وده للأسف. العمالة الأصلية الموجودة في القطاع السياحي لا، ما أعتقدش أنه تم تسريحها. في بعض الشكاوى أو بعض التعليقات تمت أن في بعض المؤسسات السياحية تم التخفيض باتفاق مع العمالة، تخفيض رواتبها مقابل الإبقاء عليها. طبعا ده كله بيعكس أنه كان في ضغوط على قطاع السياحة المصري خلال 2011. وكما تراجعت معدلات السياحة خلال عام الثورة، هوت مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى وصلت في شهور ما بعد الثورة إلى الصفر. ولما لا، فالاستثمار الأجنبي الذي يبحث دائما عن مناخ آمن لم يجد في مصر طيلة هذه الفترة سوى غموض في الرؤيتين السياسية والاقتصادية، وانتشار لأعمال العنف، ومخاوف من مستقبل لن تتضح معالمه إلا بوجود حكومة دائمة ومجلس للشعب ورئيس للجمهورية. فكان الانتظار ومراقبة المشهد عن بعد خيارا أمثل للعديد من المستثمرين. تستثمر بشكل عام بيتأثر بتأثر سريع، بيبقى صعب قوي ان انت تجذبه، وبيبقى سهل قوي ان انت تخسره. احنا بنتكلم على فترة وليس طويلة، من ان النهاردة بنتكلم على يعني 120 يوم ولا حاجة منذ قيام الثورة، ما احناش بنتكلم على فترة طويلة عشان نحكم فيها ونقول ان هي دي اللي هتبقى السائدة. انا بقول لك وبأكد لك ان يعني بصفة يعني ان انا رئيس هيئة الاستثمار، ان احنا بنتلقى الكثير من الاتصالات والتساؤلات، وهناك كثير من الدراسات تجرى الان من اجل الدخول الى السوق. مشكلة الاستثمار الأجنبي لم تقف عند حد المخاوف من مستقبل مصر السياسية فحسب، بل تصاعدت وتفاقمت بعد أن تلقى مناخ الاستثمار صفعات عديدة على يد القضاء المصري. فما بين عشية وضحاها يستيقظ المستثمرون على حكم قضائي يبطل عقدا من عقود الاستثمار المبرمة مع الحكومات المصرية السابقة. فتارة أحكام بإلغاء عقود الأراضي التي خصصت لمستثمرين محليين وأجانب، وتارة أحكام بإلغاء عقود الخصخصة وإعادة شركات تم بيعها إلى ملكية الدولة، وثالثة بإلغاء رخص لإنشاء مصانع للحديد تم منحها للمستثمرين قبل سنوات. وظل الخلاف قائما حتى أدركت حكومة الإنقاذ الوطني الحالية ضرورة التوصل لتسويات ودية مع المستثمرين للحيلولة دون لجوئهم للتحكيم الدولي. الإحصائيات بتقول أنه في السنوات السابقة القطاع الخاص أو رجال الأعمال المصريين والأجانب شغلوا 5 مليون داخل جديد في سوق العمل، والحكومة والقطاع العام شغلت 100 ألف.
إذن لازم نكون فاهمين كويس قوي خريطة العمل في مصر. النهاردة لما احنا بنطفش رجال الأعمال بأي إجراءات تعسفية أو بأي رجوع عن توقيع الحكومة المصرية على اتفاقات، مهما كان المبرر لهذا الرجوع أو النكوص عن ما وعدت به الحكومة المصرية ومضت عليه، هذا مؤكد سيجعل رجال الأعمال الأجانب بل والمصريين يبعدوا عن أي استثمار جديد. ومع تباطؤ عجلة الاستثمار تباطأت عجلة التشغيل، وازدادت معدلات البطالة يوما بعد آخر لتناهز وفقا للأرقام الحكومية 12%، في وقت أصبح فيه القطاع الخاص الذي يتحمل العبء الأكبر في حل مشكلة البطالة غير قادر على تشغيل المزيد من المواطنين بسبب المشكلات العديدة التي واجهته بعد الثورة. نسبة البطالة محققة 11.9 قرب 12%، أكبر حاجة إحنا محققناها مثلا في خلال العقد الأخير كانت 10%، فإحنا لما نوصل 12% يعني مش هما 2% دول، لا دول مؤشر كبير جدا إن إحنا عندنا حوالي 700 ألف متعطل زيادة عن الربع المماثل من سنة 2010. يعني الربع الأول السنة دي كان حوالي 3.1 مليون متعطل، في الربع الأخير كان 2.4 مليون متعطل، فإحنا عندنا 700 ألف متعطل، 33% منهم سبق لهم العمل، يعني كانوا بيشتغلوا وبقوا ما يشتغلوش. النسبة بتاعت اللي سبق له العمل دي كانت لا تتعدى 15-18% في كل ربع من الأربع اللي احنا بنجيبها. حقا هو عام صعب على مصر. دعونا نذهب الآن إلى فاصل وبعده نواصل التعرف على ما جرى للاقتصاد المصري خلال عام الثورة. فاصل ونعود.